جلالة المغفور له الحسن الثاني أبدع وأبدع وأبدع، طيب الله تراه، ومن جملة ما أبدعه طبعا المسيرة الخضراء وكذلك الأمن الروحي والدروس الحسنية اللي استمر في نفس الدرب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وككل سنة الجميع يتتبع وبشغف الدروس الحسنية اللي دائما تأتي طبعا بالجديد، دروس الدين التسامح والتعايش في إطار التسامح والتعايش. ينظم حزب الحركة الشعبية بتعاون مع أكاديمية الحسن اليوسي كعادته ليالي رمضانية، والغاية منها هي تناول مواضيع بعينها بالدرس. لقاء اليوم يجمع ما بين الديانات الثلاث، وطبعا ينصب في اتجاه واحد هو التسامح و يعني التعايش بين الديانات الثلاث. الأمن الروحي، وحينما نقول الأمن هو في الواقع اكتفاء ذاتي بما في الكلمة من هنا. الأمن الروحي هو التوازن الذي يمكننا من الوقوف الجلوس والمضي للأمام. ففي هذا الإطار طبعا معروف على الملوك المغاربة انطلاقا من المغفور له محمد الخامس طيب الله تراه، ومواقف لجانب الديانات الأخرى وخصوصا لحماية اليهود المغاربة آنذاك. اليوم الحمد لله كاين حرية التعبير، واليوم حامل الملة والدين جلالة الملك يكرر ويذكر دائما بهذا التسامح وهذا التعايش لتتنعم به المملكة. وكاين رعاية طبعا مواطنين مغاربة اللي عندهم ديانات إما يهودية ونصرانية، ولكن عندهم الجنسية المغربية وازدادوا وترعرعوا في المغرب، لنا كل احترام لهم. اليوم نقف إذن عند هذا الموضوع الأمن الروحي للإنصات لمقاربة ثلاث، والواقع أنها تنصب في نفس يعني الاتجاه، ألا وهو التنمية الروحية والاقتصادية والاجتماعية في ظل التعاون والتعايش، وبعيدا كل بعد على التنافر وعلى بعض الممارسات التي نعيشها أحيانا ولكن خارج المغرب. الحمد لله المغرب لحد الآن وسوف يستمر كذلك، كاين تعايش والله يدوم علينا ساعة. شكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.